は王、負けるのは嫌だ。大空翼に負けるのはもうたくさんだ。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة واي ستريم تيم. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله أنكم بخير وبأتم الصحة والعافية. وجايب لكم اليوم بطولة جديدة هي بمسمى البطولة الغريبة. أوكي يا شباب، البطولة الغريبة هذه فعلا فعلا بتكون بطولة غريبة وبتكون ممتعة جدا للجميع، صدقوني بإذن الله تكون مرة مرة ممتعة. طيب نقول متى يتم التسجيل؟ يتم التسجيل الآن، تقدر الآن تسجلون عن طريق الديسكورد، وبشرح طريقة التسجيل بعد شرح القوانين وشرح البطولة. البطولة إن شاء الله راح تبدأ الشهر القادم بإذن الله، ما في وقت محدد حاليا، ولكن قبل ما موعد بدأها بتقريبا أسبوع، أقل شيء أسبوع ونص، راح أرجع أذكركم إنها راح تبدأ إن شاء الله قريبا. طيب إيش قوانين البطولة؟ وشو يا وايس؟ S30 فيها الألوان محددة، في قوة فرق محدد. أنا أقول لك ما أدري، أنا بكبري ما أدري، الحركات ما ندري، الألوان ما ندري، وقوة الفريق ما ندري. طيب كيف كذا؟ أنا أقول لكم كل شيء أو كل قانون راح يتم تحديده وقت البث حسب السحوبات قبل كل مباراة. فيعني قبل كل مباراة بيتم السحب على 3 قرعات، وكل قرعة بتحدد نوعية المباراة. مثلا اول قرعه بتحددك اذا كان S1 S30 او مفتوحه، القرعه الثانيه بتحددك ان كان لون معين لكم او اذا كان مفتوح الالوان، والقرعه الثالثه راح تحدد لك اذا كان في مثلا لاعبين ممنوعين او لا، او بعض القوانين الاخرى اللي احنا ان شاء الله بنطلع فيها. يعني حرفيا ما تدري ايش راح تكون المباراه، ممكن تكون مثلا S30 ازرق بدون هيوغا مثلا، ممكن تكون S1 ملون مفتوحة ألوان وبيكون مثلا ما في أي لعب ممنوع، ممكن تكون مفتوحة ألوان مفتوحة وما في أي لعب ممنوع، ما ندري، ما حد يعرف. وهذه هي بالضبط البطولة الغريبة. وطريقة التسجيل راح تكون عن طريق الديسكورد. افتحوا الديسكورد عندكم تماما، إذا دخلت على الديسكورد، على فكرة رابط الدخول في الديسكورد موجود تحت في الفيديو، اللي حاب يدخل معنا فتحوا الديسكورد، تروحون لتسجيل البطولة الغريبة. هذا كان كأس العالم، هنا تسجيل البطولة الغريبة. كل اللي عليك تسويه انك بس تحط اسم الفريق حقك واسمك واسم الفريق حقك فقط، بس هذا اللي ابغاه منكم. يعني هذا كل الناس حاليا مسجلين، اخوي تركي، سلمان، علوش، ادم، دروغو، دبل بوس، موجو، كلهم مسجلين. فقط ضع اسمك واسم الفريق حقك اللي انت بتلعب فيه، بس لا اكثر ولا اقل. وهذا هي طريقة التسجيل. اوكي يا شباب، خلونا نشوفكم في البطولة ان شاء الله. التسجيل الان مفتوح حاليا، ما فيها جوائز حاليا، ولكن ان شاء الله راح يكون فيها شيء باذن الله، يعني نعلن عنها قريبا. اوكي يا شباب، الله يعطيكم العافية، نراكم على خير. ونبي ابي اشوف هذه الممتلئة، ابي اشوف هذه الممتلئة ان شاء الله، يعني نكون كذا 30-40 شخص ان شاء الله، ونباري وكلنا نلعب ونستمتع، وجميع المباريات راح تكون على البث الحي. فشباب الله يعطيكم العافية، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.